هل وردت إشارة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ يعني هناك إشارات خفية في القرآن الكريم، ولكن هناك إشارة إلى وفاة هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. هناك 3 آيات فقط في القرآن تتحدث عن وفاة النبي، واستخدم الله تبارك وتعالى كلمة نتوفينك، والخطاب دائما للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات 3، الآية الأولى يقول تبارك وتعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. الآية الثانية: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ. سبحان الله، معنى متقارب. الآية الثالثة: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. 3 آيات متشابهة لا يوجد غيرها في القرآن تتحدث أو تشير إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هذه الآيات ربما يظن أي إنسان أن الله سبحانه وتعالى وضعها هكذا عشوائيا، وبخاصة الذين ينكرون الإعجاز العلمي أو الرقمي في القرآن الكريم. سوف نتأمل فقط مواضع هذه الآيات فقط، يعني لن ندخل في الحروف والكلمات والأعداد، هذه فقط المواضع. مواضع. قبل ذلك أنا أريد أن أطرح سؤالا: متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم كان عمره؟ 40. كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث، عندما نزل عليه الوحي وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان عمره 40 سنة. تذكروا هذا الرقم. مكث في مكة 13 سنة، وبعدها هاجر إلى المدينة في العام 13، ومكث في المدينة 10 سنوات. كم أصبح المجموع؟ 23 هي سنوات الدعوة، و40 هو عمر النبي عندما بعث، أصبح المجموع كله وفاة النبي 63. إذن لابد أن نجد هذه الأرقام بالتفصيل، وهذا العدد لابد أن نجده في هذه الآيات 3 بطريقة عجيبة جدا. يعني سبحان الله، ببساطة العمل الذي قمت به أنني تأملت أرقام السور التي وضعت فيها هذه الآيات 3. الآية 3 الأخيرة أين وضعت؟ فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وضعت في سورة غافر ذات الرقم 40. رقم سورة غافر 40. الآية الثانية: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ. وضعت في سورة الرعد ذات الرقم 13. تأملوا معي، 40 13. الآية الثالثة أين يجب أن تكون؟ في السورة رقم أكيد 10. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. وضعت في سورة يونس ذات الرقم 10. دعونا نتأمل فقط، يعني هذه الآيات 3: الأولى في سورة يونس رقمها 10، الثانية سورة الرعد رقمها 13، الثالثة سورة غافر رقمها 40. إذن لدينا سورة يونس رقمها 10، والرعد 13، وغافر 40. عندما نجمع هذه أرقام هذه السور الثلاثة التي وردت فيها كلمة نتوفينك نجدها 63. وعندما ننظر إلى هذه السور منفردة نجد أن لدينا 3 أرقام تتفق تماما مع مراحل النبوة. المرحلة الأولى 40، ثم 13، ثم 10. سبحان الله. يعني أنا أريد أن أطرح سؤال لأي مشكك أو أي ملحد:
كيف جاء هذا الترتيب المحكم أن نجد كلمة في القرآن لا يوجد غيرها تشير إلى وفاة النبي وتتكرر بالضبط 3 مرات وتأتي أرقام السور 3 مطابقة لمراحل النبوة 40، 13، 10 والمجموع 63 هو عمر النبي؟ إن هذا الترتيب يشهد على أن الذي أنزل هذا القرآن هو الله تبارك وتعالى. سبحان الله.